عندي جلاش حلو، ما احنا عملنا بقى طواجن اهوت، نعمل حاجه نحلي بيها. طيب الحلو ده هسويه في الفرن؟ لا، انا برضو هسويه في الحله، وهنشوف هنسوي ازاي في الحله. وتعالوا دلوقتي يا حمدي تنزل مقاديرنا. مقاديرنا بتقول ايه في الجلاش الحلو يا رغده؟ معانا لفه جلاش وتكون طازه، اهم حاجه علشان ما تكسرش معانا واحنا شغالين. معايا ايه كمان؟ نص لتر حليب، هنحط عليه 4 معالق ايه ده؟ لا ثانيه. طيب دي مقادير القشطه الكدابه. طب احنا ممكن نفصل دي عن دي علشان الناس ما تبقاش تختلط عليها الامور. طيب بصوا كده، لفه جلاش، معلش يا حمدي نزلها لي تاني لو سمحت. لفه الجلاش اهي، تمام. معايا ايه؟ انا هحشي قشطه وعايزه قشطه كدابه. قشطه كدابه مقاديرها ايه؟ بصوا، نص لتر حليب، 4 معالق كبار من النشا، 3 معالق كبار من السكر، 2 معالق كبار قشطه بلدي. بصوا، عملتها وسبتها تبرد خالص، وغطيتها بكيس ثلاجه ولزقت كيس الثلاجه في الوش بتاعها علشان ما تنشفش مني اهي بالشكل ده كده. بصوا عامله ازاي، دوبت الحليب مع النشا مع السكر على البارد، وبعد كده رفعتهم على النار، بدات ان هي تتقل وخلاص هشيلها من على النار. رحت حاطه لها 2 معلقة القشطه علشان تدوب فيها وتديها نعومه وطراوه في منتهى الجمال، وتطعيمه كمان حلو. بقت بالشكل ده، سبتها تبرد خالص في الثلاجه وابدا اشتغل. طيب دلوقتي معايا ايه بقى؟ هورق الجلاش ده بتاعنا بايه. ناس كتير احنا كنا، او احنا كنا زمان كنا بنعمل ايه، بندهنه سمنه، بندهنه زيت، بندهنه زبده، على حسب ما انت عايزه. لكن انا بقى بعمل توريقه جديده وعملناها في الجلاش الحادق، ومدام روحيه كلمتني النهارده وقالت ان هي عملت الجلاش وطلع معاها زي الفل. طيب التوريقه دي ايه؟ التوريقه عباره عن ايه؟ اللي هو الدهن بتاعها او التوريقه، كوبايه من الحليب ومعايا سمنه ومعايا معلقه كبيره بيكنج باودر، كوبايه من الحليب هخلطهم بسمنه ومعلقه كبيره بيكنج باودر. البيكنج باودر بيدينا توريقه للجلاش، بتشوفوا كده الحلوانيه اللي بره، او بيجي لكم كده صور في التلفزيون او على النت، قطعه الجلاش تحسوا ان هي محطوطه كده مربعه والحشوه في النص، والورق الجلاش نفسه مورق هاشش كده. ناس كتير تقول ايه يا رب، طب احنا بنعمله ما بيطلعش معانا بالشكل ده، انتوا مش احسن، هم مش احسن منكم، لازم تعملوه زيهم وبيطلع منكم احلى كمان. طيب تعالوا دلوقتي نشتغل على طول. عندي صينيه المونيا برضو، وهبدا ان انا اعمل كده، هسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. وادي لفه الجلاش عندي، لو انا بشتغل براحتي قوي وممكن انشغل او اتكلم مع حد، يبقى لفه الجلاش تتحط عليها فوطه علشان ما تنشفش مني من الهواء بالشكل ده كده. كده ادي ورق الجلاش، وادي السمنه، وادي البيكنج باودر، وادي الحليب. قبل ما ابدا في دهن الجلاش نفسه هعمل ايه؟ سمنه صافي اهي من قبل ما احطها مع الحليب، وهدهن بيها الصينيه دهنه محترمه بالجوانب كده علشان يبقى في منتهى الجمال اهو، الجوانب والارضيه وكل حاجه كده. طيب خدت الدهنه اللي هي اللي انا عايزاها. طيب الحليب بقى والسمنه هحطهم مع بعض، مش مجمع عيالي. بصوا كده، ادي الحليب مع السمنه، وهسيب جزء منها بسيط كده عشان ممكن نحتاجه، وادي البيكنج باودر. مجرد ما حطيت البيكنج باودر بصوا تحسوا ان هو بيتفاعل مع الحليب والسمنه، بصوا بيبدا ان هو، او ظاهر معاك يا حمدي ان هو بيبدا يعلى معانا بالشكل ده كده. بص بيعلى ازاي، ده البيكنج باودر بيتفاعل مع الحليب. هبدا ان انا اعمل كده واقلبه كويس جدا بالشكل ده. بص انا رفعته على النار، رفعته على النار ليه؟ علشان انا عايزه لما حطيت السمنه مع الحليب مع البيكنج باودر حسيت ان هو تقل معايا شويه، فانا حطيت على النار علشان اسيح السمنه شويه وتوصل لها سخونيه
علشان ابدا ان انا اما اجي ادهن الجلاش تبقى سايله معايا، ما تبقاش ان هي مكتله على الجلاش من فوق بالشكل ده كده. يا دوب بس تدفى وابدا ان انا ادهن. على ما تدفى معايا هعمل كده. بسم الله بالشكل ده كده اهو. بص انا بعمل ايه، عاملاها ومطلعه الاطراف بتاعتها بره بالشكل ده كده. بصوا الاطراف الناحيه دي. طيب الناحيه دي هتبقى فاضيه؟ لا، هوريكم دلوقتي هعمل ايه. هدهن كده على ما يبدا ان هو يسيح معانا. بصوا كده عملت مثلا نص كميه الجلاش، وبين كل ورقتين وورقتين بعمل ايه، بروح حاطه الدهان بتاعنا اللي هو كان حليب بيكنج باودر وسمنه بالشكل ده. هاجي بعد ما عملت نص الكميه اروح عامله كده ممكن ان انت تضربيها في الخلاط او ممكن ان انت تضربيها بالهاند بلندر علشان تبقى انعم من كده، بس انا شايفه ان هي مجرد ما تخش الفرن اصلا او تخش النار هتبدا ان هي تسيح معانا وتبقى كويسه وزي الفل. حطينا القشطه وهبدا اعمل ايه، هبدا ان انا اعمل كده واكمل باقي لفه الجلاش بتاعتنا بالشكل ده، وبين كل طبقتين او بين كل ورقتين بدهن دهان السمنه مع الحليب مع البيكنج باودر بالشكل ده كده علشان يدينا توريقه في منتهى الجمال كده. طيب نونا، هو الاطراف اللي انت عاملاها بره دي كلها ايه نظامها؟ هقول لكم حالا اول ما اخلص الصينيه هقول لكم انا هعمل فيها ايه. بصوا كده اخر ورقتين اهم للجلاش زي، بصوا زي احنا لسه زي ما احنا الاطراف كلها بره، وهقول لكم دلوقتي هعمل فيها ايه علشان كل ده يتلم لجوه واكننا ما عملناش حاجه. بصوا كده ادي اخر ورقتين اهم. بسم الله عينيا الاتنين. حاضر. بصوا كده بروح جايه كده اهو، دي اخر طبقه معايا بالشكل ده. بصوا هعمل ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، هعمل كده. بصوا انا بجيب من تحت، بجيب من اول ورقه بجيب من اول ورقه اتعملت اهي. بصوا كده بسم الله انا عملت الصينيه. بصوا عندي العين مشغلاها وهوطيها على اول درجه. ليه؟ انا عايزه اقلب الصينيه دي، بس انا لو جيت مش قادره اقول لكم النار عامله فينا ايه. لو جيت قلبتها دلوقتي على صينيه نفس المقاس هلاقي الجلاش من تحت لازق في الصينيه في السمنه، فعشان كده العين عندي اهي وهروح عامله كده دقيقه او دقيقتين يا دوب بس السمنه تسيح ويبدا الجلاش من تحت يفك. عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل كده واروح قلباها ويبقى التقفيله دي كلها هي اللي من تحت ومن الناحيه الثانيه مظبوطه، يبقى مفيش حاجه طالعه عندي من الحروف ومفيش اي حاجه طالعه من الصينيه. عايزه اتاكد يا نونا هي ساحت، انا مش عايزه ان انا اسويها، هعمل ايه؟ هروح عامله كده. بسم الله حرف الصينيه او حرف السمنه اللي باينه بدات ان هي تسيح، معنى كده ان انا لما اجي اقلبها هتطلع معايا بكل سهوله. بسم الله الرحمن الرحيم، صينيه قدها وطبعا الصينيه اللي تحت ما سخنتش السخونيه اللي انا ما اقدرش امسكها بيها يعني، واعمل كده. بسم الله الله اكبر، انا سامعه صوتها جوه تمام وزي الفل. بسم الله بتطلع معانا كده. انا عملت كده هتطلع معايا مظبوط. بالشكل ده كده ابدا ان انا اعمل ايه، سكينه حاميه واقطع الجلاش عشان ادخله الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، كده حاضر اطلع الطواجن واحط الجلاش ونطلع زي ما انت عايز علشان يلحق يستوي على ما نرجع.
اهو كده. انت تؤمر يا حمدي وانا انفذ والله. بصوا كده اهو، صينيه جلاش عاديه خالص زي بتاعت امهاتنا. ما هو مش هينفع ان احنا نسوي في الحله دي ونعمل ايه اشكال والوان بقى، لا احنا بنرجع اهو للطبيعه بتاعتنا خالص، او زي ما بنقول كده بلدي يوكل على الاصل دور. ده كده الاصل بتاعنا اهو بالشكل ده كده. بصوا طبعا عشان السمنه مطرياها فبتتقطع معايا على طول اهو بالشكل ده. صينيه جلاش عاديه من زي بتاعه امهاتنا، ربنا يديهم الصحه. رجعت شغلت الفرن بتاعنا تاني وعليته علشان اسوي الجلاش. بسم الله الرحمن الرحيم، واقفل الفرن كده ونشوف لما تستوي هيكون شكلها عامل. حطينا الجلاش بتاعنا في الفرن، مش عايزه اقفل في الفرن اللي هو الفرن البديل بتاعنا او الحله السحريه بتاعتنا اللي جربناها من قيمه شهرين ونص او شهر ونص، ولاقت يعني ما شاء الله جايبه فيوهات معديه المليون ونص او المليون و700. الناس كتير، انا ما كنتش متخيله ان في ناس كتير بتتكلم عنها وفي ناس كتير عندها، وناس كتير لقيتهم كاتبين لي في الكومنتات يا دي من زمان قوي، دي امنا عندها من جهازها من 30 سنه او من ازيد من 30 سنه، طب هي موجوده عندي وما كنتش عارفه استخدمها ازاي. طيب حبيبتنا اللي اتصلت وقالت عايزه اعرف استخدمها ازاي، هي موجوده عندها بس عايزه تعرف تستخدمها ازاي. طيب البوتاجاز العادي بتاعنا خالص اهو، انا شغلت العين الكبيره ورحت حاطه الحله، ما كنتش عايزه ارفع. طب بس طيب، طب انا عندي فكره، ايه رايك يا حمدي؟ بص هقول لكم على حاجه. هحط الجلاش، انا طبعا المفروض ان انا كنت هسويه هنا بس انا عايزه اشرح لكم عشان وقت حلقتنا، ولو انا فتحت الحله عليها وقعدت اشرح يبقى مش هيستوي معايا النهارده، فهعمل كده وليكوا عليا اعمله لكم مره تانية بس يكون في اول الحلقه ونسويه في الحله عشان تشوفوا الحلو بتاعه عامل ازاي. عايز بس ان احنا نكمل التسويه بتاعته، بس هو ما شاء الله لونه حلو كده قوي كمان معانا. ومش هقدر اسقيه طبعا شربات دلوقتي الا لما يكمل التسويه بتاعته علشان من جوه ما يبقاش عامل زي العجين. لفه جلاش القشطه الكدابه عباره عن ايه؟ نص لتر من الحليب، 4 معالق كبار من النشا، دوبنا معاهم 3 معالق كبار من السكر، ومش مزودين السكر عشان عندنا سيرب هيتسقي بيه الجلاش ما يبقاش مسكر قوي. معايا كمان 2 معلقتين كبار من القشطه البلدي زي ما حضراتكم شايفين كده، والسيرب عباره عن ايه؟ 2 كوباية من السكر، 1 كوباية من المية، عصره ليمون وفانيليا، ممكن نحط ميه ورده او ميه زهر بتدينا برده نتيجه حلوه قوي. غلفنا الجلاش بايه او ورقناه بايه؟ 1 كوباية حليب، معاه سمنه، معاه 1 معلقة كبيرة بيكنج باودر عشان تطلع الجلاشيه معانا مورقه من جوه. هكمل تسويته ان شاء الله بعد الحلقه وهوريكم التسويه بتاعته والتوريقه بتاعته من جوه عامله ازاي.